أو المتابعة هنا خمس دقائق الفيصلي مقطوعة بمكان سليم أمامية هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول تأتي عالية أمامية وحارس المرمى يخلصها وتسديدة بعيدة مرت التسديدة وسلامات شوف ثلاث لاعبين على ارض الملعب اثنين من الفيصلي واحد من النصر واثنين من النصر والاخبار تاتي من جده والاتحاد يعزز نتيجة الفوز بهدف ثاني بينما هنا الأمور 2-2 والأمور من مكة